هيكون فيها كتير من الامور المميزه. في شيء اشتقت لبرنامج رمضان انه على طول نعمل حزوره، فقررت اني اعمل حزوره اول الحلقه. هو تحديدا عن جاست، هي تحديدا صبيه مصريه تخرجت من برنامج للهواة، وبنفس الوقت كثير من الاشخاص بيحبوها وعندها كثير فانز من حول العالم. لساعدكم اكثر، نصها مصري نصها لبناني، ولدها مصري ولدتها لبنانيه. اذا بدكم تعرفوا مين، فيسبوك جروب فيكم تبلشوا تبعتوا لنا اسمها، وقبل البريك اكيد نحن بنعلن اسم على البيج قصدك. اكيد على البيج، وبنفس الوقت فيني يحطوا اسئله اذا بدهم يسالوها اي سؤال، احنا كمان فينا نقول وير لايف. كان حنعلن اكثر عن اسم ضيفتنا هلا. لارا اسكندر تحديدا هي ضيفتنا لليوم في ات ام تي في. اذا حابين تعرفوا اكثر عن اخبارها تابعونا بعد البريك. عودة لكم مشاهدينا، ومثل ما وعدناكم ببداية حلقتنا لارا اسكندر حتكون ضيفتنا، ولارا صارت موجودة معنا بالاستوديو. وقبل ما توصل لارا، يعني ما في خبركم عدد جو تشيك البيج تبع ام تي، بعتقد حتعمل بوكلاج بعد شوي اما صار في عنا اشخاص وفانز. بداية اهلا وسهلا فيك لارا. هاي. تحية كبيرة من كل المعجبين اللي عم يتواصلوا معك اليوم. انت موجودة معنا بقت ام تي في لنحكي اكثر عن يور ليتست البوم، خبرينا اكثر عنه. الالبوم اسمه About a Girl. بقالي سنتين بشتغل على الألبوم. في معظم الأغاني بالإنجليش، بس في واحد بالعربي وواحد بالإيطالي، واللي بالإيطالي it's a duet with my father. It's a very nice story about a daughter and a father. Okay. About the relationship. وفي ثلاث أغاني في الألبوم أنا كتبتها من كلامي. The three songs are personal. Especially two of them are very personal. يعني الالبوم اكلكتيك قوي، في ديفرنت جانرز اوف ميوزك، وفي بيرسونال، في سوفت، وفي ابيت، ذيرز بوب، ذيرز ار ان بي، ذيرز اكوستيك، ذيرز اورينتال، ذيرز ايفريثينج. يعني في مزيج بين الشرقي والغربي، وبعتقد يمكن هذا الشيء كمان بينعكس بشخصيتك لارا. يعني عشتي برا وعشتي يعني بلبنان وبمصر، فبنشوف هالمزيج اللي موجود كمان بالاغاني. فخبرينا اكثر عن هالستيل اللي انت تميزتي فيه. يعني زي ما قلتي الالبوم ريفلكت على شخصيتي. يعني انا يعني I'm blessed to come in different backgrounds and I've traveled a lot in my life وكذا، بس في الاخر انا بنت عربيه وبنت مصريه، فحاولت ادخل ده في الالبوم. يعني صح انا بغني انجلش وبغني اجنبي، بس حاولت ادخل قد ما اقدر شويه شرقي، يعني شويه من عندنا يعني في الالبوم. فعملت كده في الاغنيه العربي، وعملت كده في كام اغنيه حطيت شويه مزيكا شرقي. يعني البيت مظبوط. اكزاكتلي. على طول عم نشوف على فكره، يعني اول شيء الالبوم صار موجود بالاسواق، وبكره حيكون اللونجنج 9 و10، حنحكي اكثر عنه. بس بدايه يعني كيف صاروا الصور عند الفانز؟ صور الالبوم، الكفر الالبوم. الكفر نزلناه من كم يوم. اوكي. از تيزر. اها، وابيرنتلي صرت يعني صار موجود عندنا، يعني عم بتفرج حتى عم شوف. في عندك من نانسي بتوجه لك تحيه كثير كبيره، وفي عندك حنان احمد بتقول لك انت اميره القلوب وبتحبك كثير، بتوجه لك تحيه كمان كثير كبيره. على فكره هذه فرصه اليوم بقت ام تي في انه تتواصل كمان مع الفانز. بعرف انت على طول تكوني موجوده معهم وتتواصلي معهم. You're active on Twitter and Facebook. I'm very active on Twitter and Facebook. Okay, شو Twitter and Facebook. I'm on Facebook. It's Facebook/ Lara C. Skandar. Okay. And Twitter is Lara C. Skandar as well. I'm very active on both. Twitter instant اكثر. يعني Twitter is it's Twitter. It's by the instant. Facebook أكتر because I have a bigger fan base على page. فا it's أكتر just main events that are happening. يعني I told them that I would be on your show today. أها، وأنا حطيت على تويتر على فكرة، فنصير نعمل تيزر عملناها. وعلى فكرة we have the album عنا بالستوديو لكل الأشخاص اللي هلا غيرانين منه. We have the copy. About a girl. Sorry for what about that? بعتقد يعني حنتخانق. أنا بدي أنا أنت بدي أنا مش مشكلة. لارا كريمة حتعطينا إياها كلها. لارا حتعطينا أكثر من وحدة. في شغلة كمان حنعملها لحتى هيك هلا حنرجع نشوف الألبوم. خبرينا بهذا الوقت تحديدا لارا، بكرة وبعد بكرة شو حتكوني محضرتينا باللونشنج تبع الألبوم؟ بكرة وبعد بكرة يعني there's so much action going on. It's insane. بكره في ال event it's more of a private event to launch just the image of the album. وبعدين بعد بكره يوم الجمعة أحلى يوم عشان في مفاجأة. Exactly. I'm meeting all the fans. Uh-huh. و signing the CD for the first time.
a live performance, a choreographed performance done hopefully really well. I get to see my fans, meet them, take pictures with them, talk to the ones that I know, the ones that I don't know, sign their CD and just, you know, enjoy and see the feedback. يعني أنا مبسوطة, I'm really excited. شو توقعاتك؟ شو بتحسي هيك؟ يعني شو متوقعة؟ شو بتحسي رح تتفاجئي إيه ولا لا؟ بصي أنا خايفة عشان ده أول ألبوم ليا, فحاسة إنه مسؤولية كبيرة. بس أنا عارفة إنه الفانز بتوعي they're so supportive. يعني they're insane, they're crazy, and it reflects on me, and I love it. I know that they're gonna be very, very supportive. Where they're excited, the ones in Lebanon especially. I'm launching it here for the first year. بعتقد حتى هالإنرجي اللي عندهم عم تعديك وعم تبين أكثر, يعني عم تعطيك الموتيفيشن. Exactly. And we can see it in your eyes هلا تحديدا. I love them so much. I think of myself as a very crazy person from within, and they are insane. خي. So for them to do this, it pushes me so much to want to do better. حلو هالعلاقة على فكرة بينك وبين الفانز. بحبهم وهم عارفين قد ايه بحبهم. بتخيل اذا عملت ريفرش هلا على البيج يو غانا سي سم كريزي مسجز. بعمل ريفرش قد ما اي لاف يو لارا ميشيل كمان بوجه له تحية. بدي ريام كمان كل الفانز ات ام تي في بعتقد عم بوجهوا لك تحية. بما انه عم نحكي انه تخرجت اليوم من برنامج الهواة, مين من الفنانين ساعدوك او هيك يو وير انسبايرد باي ذيم او حب انه نعرف كل واحد بجرب يفتش على هيز اون ايدنتيتي وهذا الشيء اكيد مهم اليوم بالساحة الفنية, بس انت مين حسيت اليوم من الفنانين العرب او يمكن أجانب ساعدوك؟ هقول حاجة مهمة قوي. في two specific people في الفن دعموني جدا, ومش دعموني they didn't have to do it in front of people, they did it من جواهم privately كمان كده. هيفا وهبي وشيرين عبد الوهاب. These two, أكيد يعني. على فكرة هيفا وهبي is so active on Twitter. She's so nice. She really, really is. يعني مين ما بيكتب لها شيء. And she just came on a while ago. It's not like she's but she came on يعني recently already. وهي I respect her so much عشان هي لما I launched my first single عملت party في مصر. I invited her, but I invited her just like this. You're not expecting it, is it? Yeah, where she spent the whole night with. She's so humble and so modest. She just, you know, she was there to be supportive. وكذا. وشيرين عبد الوهاب أول حد كلمتني لما السينجل بتاعي طلع. واو. يعني جالي نمرة مكالمة مش عارفة مين, قالت لي أنا شيرين, جالي هارت. قدرت تنبسطي وقت حدا هيك؟ يمكن فنانين يمكن سبقوك بدرب طويل وأنت بعدك مبلشة جديد وعم بيدعموك, قد إيه هالشيء بعزز يمكن ثقتك بنفسك وبتنبسطي يعني أكثر؟ يعني دي حاجة أساسا عشان هم يعملوها ومش قدام الناس. ده بيوري شخصيتهم ازاي, يعني هم they're so respectful يعني عشان يعملوا كده, بس انا كلارا عشان هم يعني to know what عملوا كده معايا, it's very touching يعني it's very it makes you feel really good and two of the biggest celebrities in the Middle East, the biggest artists, they're supporting you. طيب لارا شو رأيك هلا نحن وكل المشاهدين وفيليب ومحمد اكيد نشوف الكليب تبعك Mission Is You. رجعنا معكم من بعد ما شفنا My Mission Is You, كان أول فيديو كليب. أيوة. وكنا عم نحكي شوي أمي حبت هيك الرقصة وهالقصص, كنا حنحكي أكثر عنه. بنحس إنه عم نشوف ميوزك فيديو من برا, يعني أجنبي لو ما بنعرف لارا اسكندر بنفكر إنه ميوزك فيديو من برا, صح؟ حسيته نفس الشيء؟ أنا كثير حسيته. فمن هيك بدي أسألها أكثر إنه مع مين تعاملت, كيف صار الشغل بهذا الميوزك فيديو؟ الفيديو الديركتور بتاع الفيديو ده وثاني فيديو Chains مع ديركتور اسمه Reike. He's Norwegian, but he's based في أمريكا. وهو اشتغل مع Lady Gaga, عمل Poker Face Lady Gaga, وعمل Freak Him Dress لBeyonce, وعمل Cheryl Cole وJustin Bieber وWillow Smith. Flip my hair back and forth that one. Yeah. عمل كل ال big videos. ولما جالي الopportunity إنه اشتغل معه, يعني أكيد I'm not gonna say no. So اشتغلنا مع بعض على Mission Is You أول فيديو. وبعدين حبينا الشغل مع بعض فاشتغلنا تاني على Chains. We've been working together. و يعني مش بس انه هو مش عشان هو اجنبي او حاجه انا اشتغلت معاه, عشان هو شغله is top of the top. بيشبهك كمان. Okay. ايوه وبيعمل حاجه exactly بتشبهني, مش بيعمل حاجه بستاندرد بتاعه. هو بيفكر what suits Laura, what suits her. In what's appropriate for her fan base, for the Middle East, for her image. يعني بيفكر really, really well.
We work very well together. بحبه قوي يعني هو عارف قد ايه بحبه. يعني هلا انا نرجع شوي على الالبوم اللي حنشوف اللونشنج الخاص ان كان بكره وحتى بعد بكره. بعد بكره حيكون الاوفيشال لونشنج بالالبوم. قلتي لي انك كتبت غنيتين. ايوه. قديش بتحسي هيك ثلاث اغاني بس غنيتين كثير هيك كثير بيرسونال. قديش بتحسي انه هول الاغاني يمكن بتراهني عليهم بتحسي انه ممكن يعملوا هيك يكونوا هيت بالالبوم؟ بس الأغنيتين اللي أنا كتبتهم they're not commercial. أوكي. يعني أكتر أغاني on their own شوية. واحد acoustic اسمه my friend ودي أغنية that's very personal to me. It's about someone very very special to okay. me. ولغاية دلوقتي ما بقدرش أسمع الأغنية. بدم عيونك. ما بقدر. وفي أغنية اسمها Egypt coming home for you دي أغنية كتبتها لمصر. فدي أغنية كمان مش commercial قوي بس المزيكا is very special. Okay. ومع rapper an Arab American rapper اسمه Gaza NY. و it's a very nice song على مصر وعلى بس I wrote it in a positive sense. Okay. ما كنتش عايزة حاجة حزينة. كنت عايزة حاجة توري الناس إنه we can go forward. فاسمها Egypt coming home for you. وشو حتصوري من الألبوم؟ عن وين الألبوم أو أي غنية؟ What's the next? The next. مش عارفة يعني في أغنيتين دلوقتي ما بين أغنيتين وهنشوف. بركي الفانز بيساعدوك هيك لما يسمعوا الألبوم. شكلهم هم كذا قرروا أساسا. يعني شكلهم هم قرروا بس هنشوف. لا لارا بتوفي بس أفلاك لأليك وإن شاء الله عطول من نجاح لنجاح ونحن أكيد بقيت MTV ناطرينيك. بتحب تقولي كلمة أخيرة لكل الفانز؟ عايز أقول لكل الفانز بس إنه ييجوا يوم الجمعة. أوكي. To buy the album and have it signed, then I can meet everyone. That's what I'm looking forward. بعتقد حيكونوا كريتون على الموعد. لأنه لارا سكندر. وانتو كمان لازم تيجوا. Definitely. Would you know me? تسلم علي. أيوة. Okay. To bring you and give you the CD and everything. أنا وياك حنضلنا عادي. لا أنت تلاتة. أنتو تلاتة تيجوا بس. خلاص I'll put you on stage and you guys can dance with the yeah, dancers. Yeah, I'm a great right? dancer. الدانسرز مش عاطلين، نحن مش مشكلة. لارا نحن بأنه وصلنا لختام حديثنا معك، حننهي على أنغام أغنيتك Chains ونرجع أكيد من كافي حلقة أدم تي في.